طلعت، جيت في يوم نزفت من معدتي. المهم رحت المستشفى فدخلت باب منظار في اشعاعات في فحوصات، اكتشفت ان انا عندي كانسر في المعده والامعاء. دخلت عملت اول عمليه، شلت جزء من الامعاء وجزء من المعده، ودخلت باب قمت العلاج الكيماوي والاشعاع. طبعا انا كان عشان بنزل كتير كان الهيموجلوبين بتاعي بينزل، فجالي فيروس سي عن طريق نقل الدم. دخلت في قصه تانية، قصه علاج الفيروس، ابتديت اجيب حقن بيجاسيس وبيجنترون، دي كل ده كنت بجيبه على حسابي. ليه؟ لان انا عارفه ان ارخص حاجه في بلدنا البني ادم يا استاذ عمرو، لو ما تعالجتش بامكانياتك مش هتتعالج. انا بامكانياتي وجالي فيروس سي، امال لو انا ما معيش وكنت بتعالج كنت عملت كنت ايه؟ شغاله مدام حنان؟ لا انا جوزي كان شغال في شركه كويسه،